نجم من نجوم الكرة التونسية ونجوم التحليل عن مواجهة مصر مع السنغال وعن مواجهة تونس مع مالي. معنا عبر سكايب الكابتن حسام الحاج علي. كابتن حسام أهلا بيك، مبسوطين جدا أولا بوجودك معنا عبر برنامج الماتش صدى البلد. اهلا بيك هاني، وانا كذلك مبسوط ومنور الشاشه. ربنا يخليك، انت اللي منور في اي مكان. خليني ابدا بتهنئتك بدايه بفوز اهلي طرابلس الليبي وحضرتك المدير الرياضي ليه بالامس على بيراميدز. صراع ما بين فريقين يسعيان مش بس للتاهل بل الى الصداره، والان التاهل جاء لاهلي طرابلس رفقه بيراميدز، والجوله الاخيره تحسم من يتصدر. مبروك. الله يبارك فيك هاني، صراحة تأهل مستحق للفريقين، بالرغم اللي في بداية دوري المجموعات كان الكل يحسم أن بيراميدز والنادي الصفاقسي يكونوا في الدور الربع النهائي، لكن احنا كنا عندنا ثقة في إمكانياتنا وإمكانيات فريقنا، والحمد لله متأهلين مع بيراميدز اللي اعتبروا أقوى فريق ليس فقط في المجموعة، ممكن في كأس الاتحاد الإفريقي، وظهرنا أمامه في مباراتين أن ما نقلوش مستواه على الفريق، وطموحاتنا كبيرة وإن شاء الله الفريقين نمشيوا بعيد في هذه المسابقة. بإذن الله. مبروك مرة تانية يا كابتن حسام، الله ودعنا يبارك فيك. ننتقل إلى المرحلة التالية وهي مرحلة حلم كل شعب من الشعوب الممثلة في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم. وأبدأ معاك بمنتخب تونس. تونس في مواجهة مالي، الذهاب في مالي يوم الجمعة ثم العودة في تونس بإذن الله. قائمة أعلنت عودة بعض اللاعبين اللي كانوا مش موجودين في أمم أفريقيا زي طه الخنيسي زي فرجاني ساسي، ولكن على الجانب الآخر خبر خروج الخزري وديلان برون بسبب الإصابة. شايف إزاي القائمة ككل في ظل المعطيات الحالية؟ شوف هاني، احنا نعرف واحنا اللي نتابعه في كرة القدم ما فيش قائمة عندها إجماع، مظبوط. في تونس ولا في مصر، في البرازيل، في الأرجنتين، وفي كل العالم دائما فيه مدربين وفيه أخصائيين وفيه نقاد، كل واحد عنده آراءه وعنده اختياراته، لكن في المجمل القائمة اللي استدعاها جلال القادري تعتبر منطقية، يعني كل الأسماء المتوقعة موجودة، حتى اللي عادوا إلى صفوف المنتخب، خاصة لما نتكلم على الخنيسي، لما نتكلم على فرجاني ساسي، لاعبين أظهروا في المدة الأخيرة عندهم إمكانيات وممكن يكونوا إضافة. بالنسبة للغيابات، وجهة نظري أكيد لاعبين مهمين سواء ديلان برون أو الخزري، لكن كذلك ممكن السخيري في إمكانية أنه يغيب، لكن الشيء الجيد بالنسبة للمنتخب التونسي أن البدائل موجودة. نعم، مثلا في قلب الدفاع هناك العيفة وهناك الطالبي اللي كانوا موجودين في كأس إفريقيا وكانوا في البطولة العربية وقدموا أداء ممتاز جدا وتعودوا هناك انسجام مع بعض. في وسط الميدان عودة فرجاني ساسي، وجود غيلان الشعلالي، وجود بن رمضان، وجود العيدوني، وجود بن سليمان، يعني البدائل موجودة. نعم، يعني المنتخب التونسي بحول الله لن تكون هناك عوائق أو الغيابات لن تؤثر في حظوظ المنتخب التونسي إن شاء الله في المرور إلى كأس العالم. طيب، عادة ما بينظر إلى مباراتي الذهاب والإياب بأنه البعض له تفضيلات أني ألعب مباراة العودة في بلدي، والبعض يقول لا مش مشكلة ألعب الأولى في بلدي وأبقى مسافر بلد المنافس وأنا عارف أنا عايز من المباراة. هل وضعية تونس كأحد المصنفين الأوائل في القارة اللي بتجعله بيلعب مباراة الإياب في رادس هي وضعية تفضلها كابتن حسام؟ شوف صراحة ممكن الأغلب يفضل أنه مباراة العودة تكون في ميدانه، تكون أمام 50 ولا 60 ألف متفرج، تكون عندك حوافز تلعب مباراة الذهاب بحسابات أنك ما تخسرش المباراة، أنك تسجل خارج ميدانك، ثم عندك يعني عامل الجمهور، عامل التحفيز لما يكون في ملعبك أمام جماهيرك ممكن يعطيك الأفضلية، لكن في كذلك مثل ما هو شأن بالنسبة للمنتخب المصري ليس سيء أنك تلعب مباراة الذهاب في ملعبك، يعني تكون كذلك مدعوم ب60 أو 70 ألف، ممكن تفوز هدف مقابل صفر، ثم عندك مباراة العودة تلعب بالهجمة المرتدة، الضغوطات الكل باش تكون على الفريق المنافس، لا يعرف أنه يهاجم في نفس الوقت مطلوب منه أنه ما يقبلش أهداف على ملعبه، يعني الوضعيات اثنين ممكن اللي يعرف كيف يتعامل معهم ممكن ينجح فيهم، لكن وجهة نظري أنا دائما هناك بعض الأفضلية لما تلعب مباراة العودة على أرضك وعلى أمام جماهيرك، وهذا علاش الاتحاد الإفريقي ولا الفيفا ولا الاتحاد الأوروبي دائما يعطي الأفضلية للمنتخبات أو الفرق المصنفة أفضل سواء في مجموعتها أو في تصنيف الفيفا،
انه يعطيه الافضليه ان مباراه العوده تكون على ارضيه ميدان وامام جماهيره. طيب المصريين غير نظرتهم لتونس كمنتخب عربي، وبالتالي قد يكون الاغلبيه بتدعم المنتخب التونسي، لكن كمان يعني في رؤيه خاصه وهي مواجهه اللاعبين الاهلاويين اليو ديانج من مالي وعلي معلول من تونس ضد بعضهم البعض، شايفها ازاي المواجهه دي ودور كل واحد منهم في المواجهتين كابتن حسام؟ لا انا متاكد ان الجمهور الاهلي يحب ديانج يعمل مردود طيب ويحب علي معلول يعمل مردود طيب، لكن انا متاكد ان كل المصريين وحتى جمهور الاهلي يخير انه علي معلول يتفوق على ديانج. ايوه شوف لاعبين اثنين لاعبين من الطراز العالي. علي معلول مانيش انا باش نتكلم عليه، نتائجه وارقامه مع النادي الاهلي هي اللي تتكلم عليه. كذلك اليو ديانج لاعب كبير صراحه، انا استغربت استغراب كبير جدا لما شفت في بطولة افريقيا انه ديانج ما يلعبش ولا دقيقة. نعم. مع المنتخب المالي. برغم اللي شفت المنتخب المالي يعني وسط الميدان ما عندوش لاعبين يعني من الطراز الاول. كنت اتوقع ان اليو ديانج اقل شيء يكون من ثلاثة الموجودين في منتصف الملعب، ممكن في مباراة تونس باش يكون متواجد كاساسي، لكن المنافسة ستكون صعبة. صحيح لقاء داخل اللقاء بين معلول وديانج، لكن في الاخير هي لقاء بين تونس وبين مالي، بين فريقين اثنين طموحاتهم كبيره للوصول الى كاس العالم. طيب دايما اللاعب او الجمهور بيقارنوا ما بين اداء اللاعب مع ناديه، خصوصا اذا كان محترفا في الخارج، ومع منتخب بلاده. هنا بتتقال على صلاح، يعني وما ادرانا ما صلاح كلاعب كوره، بتتقال على معلول بشوفها في تونس، انه ليه معلول بارقامه باهدافه باسيستاته مع الاهلي مش زي معلول في تونس؟ شايفها ازاي يعني، او ايه اسبابها كابتن حسام؟ شوف انا تكلمت على هذا الموضوع العديد من المرات. شوف مستحيل انك تقارن، لان لاعب مع الفريق تعود، تلعب مع الفريق، تدرب مع اللاعبين كل يوم، كل لاعب يعرف زميله من غير حتى ما يشوفه، بالاحساس فقط يعرف زميلك، عندك ثوابت. علي معلول مثلا في المصري عنده 70% من الواجبات الهجوميه، دائما هناك عنده مين في التغطيه. أيوه. لما يجي مع المنتخب التونسي تختلف المباريات، الضغوطات اكثر، صعوبه المباريات اكثر، البطولات تلعب ضد لاعبين من المستوى العالمي، عكس انك تلعب مع الفريق نتاعك. أيوه. وهذا ليس فقط في تونس بالنسبه لعلي معلول، كما تكلمت انت على صلاح. هل صلاح لما يكون في ليفربول بنفس الوضعيه اللي موجوده في المنتخب المصري؟ هل اللاعبين اللي بجنب صلاح في ليفربول نفس اللاعبين موجودين في المنتخب المصري؟ نعم. هل التعليمات نفس الشيء؟ وهذا موجود راهو صار على ميسي في منتخب الارجنتين. مظبوط صح، ميسي برشلونه وميسي منتخب الارجنتين. أيوه. هناك ناس تتكلم على ديبالا متعلق كان مع اليوبي وما يلعبش حتى اساسي في المنتخب الارجنتين، وهذا موجود في كل العالم. لكن ما لازمناش، انا الشيء اللي كان مثلا مزعلني شويه في تونس لما الناس تتكلم اللي علي معلول ما يلعبش بنفس روح اللي يلعب بها مع المنتخب المالي، وانا دائما كنت اكبر مساند لعلي معلول. أيوة. لان نعرفه شخصيا لاعب في المنتخب التونسي عنده روح وطنيه كبيره. مزبوط. لكن الفرق هو الوضعيه اللي موضوع فيها اللاعب، يعني مش اللاعب ما يحبش يادي، ولا اللاعب ما يلعبش بنفس الروح، ولا ما يعطيش بنفس الاداء. لازم الناس تفرق وما تدخلش في الموضوع موضوع الوطنيه وموضوع الروح وموضوع كما صلاح يقولوا لا ما يحبش يحط رجليه في الملعب، يخاف من الاصابات. اللاعب اذا يتخوف ولا اذا ما يحبش يصاب ولا ما يحبش يلعب بكل روح، الافضل انه ما يجيش للمنتخب احسن. أي لكن مفهوم. احنا شفنا اللي صلاح ولا علي معلول ولا اي لاعب عربي يلعب في فريق كبير ولا في المنتخب، انا ناكد لك اللي لما ياتي للمنتخب يعطي اكثر من 100%، ممكن 200% واكثر حتى من ناديه. لكن الظروف بعض الاحيان هي اللي تمنعك بانك تكون بنفس الاداء اللي تكون مع فريق.